السلام عليكم ورحمة الله. لم يكمل الموجز الرياضية. بلغ فريق الرفاعة دور نصف النهائي من مسابقة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم بعد فوزه على الحد حامل اللقب بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الخليفة الرياضية ومن منافسات دور الثمانية من مسابقة أغلى الكؤوس. الهدف الأول أحرزه اللاعب محمد الطيب في الدقيقة 57، بينما أضاف المدافع السيد محمد عدنان الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بعد الدقيقة 64. ومن جانبه انضم فريق النجمة لركب المتأهلين للدور نصف النهائي بعد فوزه على البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البحرين الوطني. وسجل أهداف النجمة كل من سعد العامر بواقع هدفين وهدف للاعب علي يعقوب، فيما أحرز المحترف البرازيلي تياغو هدف البحرين الوحيد ليضرب النجمة موعدا مع المحرق في الدور القادم. خطف فريق المنامة فوزا مهما على حساب منافسه المحرق بتسعين نقطة مقابل 87، وذلك في انطلاق منافسات المربع الذهبي لبطولة كأس زين البحرين لكرة السلة والتي أقيمت مساء أمس على صالة الاتحاد البحريني لكرة السلة، بينما فاز فريق الحالة على الأهلي ب 75 نقطة مقابل 85.